السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو 8 ديال لي سيت اللي ممكن تدخل منهم واحد راس المال صغير اللي تقدر تبدا به. الوغ اول سيت عندنا هو فايبر، كما كتعرفو فايبر ديال الفريلانسين، اي واحد يقدر يخدم به كلكو سوا عندك مهارة ولا ما عندكش، عندك شي سكيلز ولا ما عندكش، خصك غير تعرف كيفاش تخدمو. صافي، كاين بزاف ديال لي كونسيبت هنايا، كاين ديال لي لوغو، كاين تقدر ديزايني لوغو، ديزايني ويب سايت، لوفوا اوف، اي حاجه اي حاجه تقدر دير هنا في فايبر. بروغراماسيون، بيزنس، شوف انت شنو كتعرف دير، وحتى الا ما كنتيش كتعرف دير تتعلم. راه كاينين دي بلاتفورم اللي تقدر تصاوب، بحال دابا كما شفتوا في الفيديو اللي فات راه كنت هضرت على فايبر، راه الخدمات اللي بلا مهارات تقدر تدخل منهم فلوس. حتى تمشيو تشوفوا الفيديو تشيكيوه، خذوا فكره كيفاش فايبر تيخدم. من موراه كاين ابورك، حتى هو الفريلانسين. شنو الفرق بين فايبر وابورك؟ الابورك تخدم بالساعه، تتخلص بالساعه، حتى هو فيه بزاف ديال لي سيرفيس، ديفلوبمون، اي تي، ديزاين، كرياتيف، رايتينغ، ترانسليشن. باغ اكزومبل نشوفو شي سيرفيس كيما كان، يا باش تاخدو فكرة ضيا ضيا. جافا، بي اتش بي ديفلوبرز، نشوفو جافا ديفلوبرز، هذا شي تخلص باغ اكزومبل 35 دولار الساعة. تقدر انت عاوتاني تكون تتفهم شي حاجة ولا تتفهم في اللونجاج سي ولا بيتون، تحط السيرفيس ديالك هنايا وتحط 15 دولار الساعة وتجي يا اما تعطي يا اما شنو يقولو، تحط السيرفيس ديالك يا اما زعما واش تعلم بنادم ولا المهم. فهاد ابورك الدراري راه بنادم ضارب فيه الصرف، يعني من الاحسن هاد ابورك خصك تكون ضابط المسائل ديالك، تكون ضابط الدومين اللي باغي دير ولا الخدمة اللي باغي دير. هاد ندوزو لسيت ويب تاني، ريد بابل، يعني التعريف، هاد ريد بابل كتوجد لي ديزاين، خصك تكون تفهم شوية فوتوشوب وداكشي لي ديزاين، تجي تحط الديزاين ديالك، كتجي كتكريي معاهم كونت ديالك، كتجي كتحط الديزاين. الديزاين ما خصش يكون فيه الكوبي رايت، باش ما يحيدولكش، باش ما يسدولكش الكونت. الديزاين ديالك تشوف انت فين بغيتي تحطو، اما في تيشيرت ولا في طابلو الكيس ديال التليفون ولا قرعة الماء، ولا تحطهم دي ستيكرز طابلو، المهم كاين بزاف، خداج، سيكان، صافي. كتجي كتكريي، تتحط ديزاين ديالك وتديرو فين بغيتي، وتدير لا مارج دربح ديالكم، خلاص راه تيختارو تيديرو لك لا مارج دربح ديالك. اون فوا تيجي شي واحد باغ اكزومبل تيشري منو شي حاجه ولا شي ستيكر ولا شي حاجه، كتجيك البورسونتاج ديالك تربح. باغ اكزومبل عندك 2.14 دولار، حاطين لهاد السيكر، يعني خونا راه مول ديزاين راه مصور، غادي يكون دي لا مارج ديالو والسيت والبلاتفورم تاهي داي. ندوزو للسيت التاني، ميرش باي امازون. ميرش باي امازون هو الطوب، هو كلشي، سيت غني على التعريف، بحال قلتي هاد ريد بابل غير فرع من ميرش باي امازون. ميرش باي امازون غير هو في المغرب ما بقاوش يخليو لي كونت يتحلو، كاينين دراري تيبيعو لي كونت، كاينين دراري فين تيشريو لي كونت، نعرف دراري تيشريو كونتات بثمن مزيان. فيريفي تا هو شنو، كتجي كتابلودي الارت وورك، تتحط الديزاين ديالك، تدير الثمن، شنو شي تجي حطو في تيشيرت يمشي ويبيعو كدا، و نتا تجي كربح ديك نتا غير تديزايني و تتحطو، ما تتكلفو بالطابعة و بالشيبين بكلشي، نتا تدخلك فلوس. يعني خصك غير تكون كرياتيف.
رياضي ماشي شي حاجه الدراري. مرش باي امازون تنصح به الى عرفتي له القوالب ديالو راه الدراري مشاو بعاد تبارك الله. الكادي بي كيندل دايركت بابليشن اللي حتى هو ديال امازون غير هو ديال النوت بوكس ولا الكتب الروايات. انت كتجي كتحط الرواية ديالك ولا جورنال ولا شي حاجة. المهم واغلبية الدراري تيخدمو لي كوفر. دوك لي كوفر ديال البوكس تيحطوهم تيديزاينيوهم خلاص البوك تيكون خاوي من الداخل ورق بويض و تيديزاينيو الكوفر وخدامين زعما راه ماشي شي حاجه. وهنا خلاص المغرب ممكن تحل الكونت ديالك باش تبيع ماشي شي حاجه ماشي بحال ميرش باي امازون. بالنسبه لي انا بنادم يبدا بهذا الا عنده مع الديزاين اي حاجه فيها الديزاين بحال ريد بابل كيندل دايركت بابليشن هاد الكي دي بي يمشي يطلق يديه ويسر. برانش فول جا هو ديال الديزاين غير هو ماشي بحال ميرش باي امازون ماشي هما اللي تيطبعوا لك ماشي هما غير هو خصك تجي تحط البرودوي ديالك زعما الديزاين هما يحطوك البرودوي هو خصك تحطو في شي ستور ديالك بار اكزامبل شوبيفاي ولا شي حاجة فهمتيني. تي هما تيحطو لكل شي خصك انت توجد ستور ديالك وتحط فيه لي برودوي ديالك. اتفاق لا ما جبونس ما خدامش في المغرب بالنسبة للدراري اللي ساكنين في ميريكا ولا اوروبا. هذا تشكري اللي بغيتي اللي عندك شي حاجة في الدار بغيتي تشكريها دخل منها مصاريف هاي محطوطة تشكريها. اباري فوطو فوتو لا عندك شي موطور جاوا بغيتي تشكريها جيتار كلشي ولكن هادشي ما خدامش في المغرب. خلاص عندك لك بانك ديال سي بي اي ماشي مع لافيلياسيون هاد السيت معروف حتى هو ما تيتحلش في المغرب لكن راه ممكن دير ار تي بي ولا شي في بي ان وتكري الكونت ديالك. شنو كدير تيحطو لك هما برودوي ياك داك البرودوي انت كتمشي تبيعو له تقدر تبيعو بترافيك بيون تقدر تبيع. المهم انت هو تبيع لهم البرودويات ديالهم تتربح كوميسي ما تتهز ما تتحط. سهل ماشي سهل بمعنى سهل دا. هو هنا تتلك الخدمة سهل ولكن خصك تكون دماغ كيفاش تسوق شي اللي عارف الدراري هنا يعني اللي موقع راسكم ستوك شيري السواك بوكس تا هو راه ماشي مخدمش في المغرب لكن معروف عالميا تقدر تدخل تخدم فيه. غير هو راه ديال تجي تتربح إما تيخلصك بداك الكارت ديال امازون ولا باي بال
دي بوان مهم. تعتبر كده تعيش الدين هون ولا تكتب شي حاجة ولا المهم كاين بزاف ديال لي طاج تخدم بيهم عادي تجي تخلص بيهم الشي اللي كاين الدراري. نتمنى الفيديو يكون عجبكم الله يسهل الأمور. نتلاقاو في فيديو واحد آخر.